معايا ضيف النهارده، معايا تصوني ايناس. تصوني ايناس من الناس المحترمين جدا جدا اللي انا سجلت معاها قبل كده، وانا بحس من طريقه كلامها اللي في قلبها بتطلعه على طول، مش من نوعيه الناس اللي بتلف وتدور او ليها اي حاجه. لا لا لا، مدام ايناس من الناس اللي هي قلبها طيب جدا ودمعتها قريبه وحساسه جدا، وانا شخصيا بحترمها على المستوى الشخصي لان شخصيتها انا معجبه بيها جدا. حد لما بيحس بالخطر بيتكلم، حد لما بيحس ان في حاجه لا بيقول لا هنا ستوب، لازم نتكلم، لازم نحط النقط على الحروف. فانا ما دلوقتي هدخل معايا مدام ايناس لانها هتوضح حاجات كتيره جدا جدا حصلت الفتره الاخيره، وهي بنفسها هتقول حاجات كتيره جدا علشان نحط النقط على الحروف، علشان القيل والقال، عشان نسكت كل حاجه. ما استاهلش الكلام اللي بتقوليه صدقيني، وكلك ذوق. إيه لا انا بصي، انا من النوع اللي ما بعرفش اجامل، ربنا بعرف يخليك. اللي قدامي صدقيني بامانه، انا ما بعرفش اجامل خالص، وبعرفش يعني مثلا اضحك في وش حد وانا مش طايقاه، ما بعرفش وانا اعمل الحته دي مصدقة. خالص خالص، او اعرف الف وادور حوالين حد، ما بعرفش. خليك استريت قدامي، خليك واضح قدامي، وانا بفهم النظره دي، وانا يلا بفهم الشخصيه دي اللي قدامي عايزه ايه بالظبط، فبسيبها تتكلم براحتها خالص، وبعد كده بفهم الورا الكلام ده ايه، بديله فرصته، بديله ان هو يتكلم، وبديله كل حاجه عشان ما حدش يقول ان احنا متحازين لطرف عن طرف. لا احنا بنسمع كل الاراء لان هدفنا واحد يا وده جماعه، اللي صح المفروض عشان كده؟ نوصل للحقيقة لازم نسمع كل الأطراف، اللي بيسمع من طرف واحد مش بالظبط هيوصل للنتيجة بالظبط. الصح. طيب انا هبتدي معاكي بالمبادره اللي انتوا عملتوها مؤخرا وشفتها على السوشيال ميديا وناس كتيره رحبت بيها، وكان في البعض المعترض على هذه المبادره. تصوني ناس، وضحي لنا انتوا ليه خدتوا الخطوه دي، اتفضلي. تمام. أنا أول حاجة قبل ما أوضح المبادرة هقول كلمة بخصوص الوقفات عامة من البداية. إحنا الوقفات، إحنا ناس من جوه الكنيسة ومن الأساس الكنيسة ومن الخدمة ولينا سنين في الكنيسة، إحنا مش ناس طلعنا بره الكنيسة خالص، ده توضيح في أول الكلام. فبما إني أنا واحدة من جوه الكنيسة، لما أمشي خطوات ولا اي حاجه بتزيد في ان هي ممكن تمس بقى الكنيسه والولاد، وقفت عملت ستوب في لحظه معينه. تمام. كلنا عارفين اخ، او يعني اغلبيه الناس شافوا اخر 5 مرات في الوقفه، خناقات اظن اشتباكات، المنظر ما يرضيش حد نهائي مهما كان خالص. اي حد بيحب الكنيسه او ضدها مش هيرضيه، يعني طبعا حتى لو طبعا ضد الكنيسة مش معاك. هيرضيه المنظر. أنا الوقفة اللي كنا بنوقفها وقفة سلمية، فيها ترانيم، فيها في بعض الناس مش هنكر كانوا مع أعصابهم اللي بتتشد، كل واحد وليه أسلوبه، ممكن يقول كلمة ما تعجبش حد تاني، ممكن يغلط، ممكن يستفز يقول كلمة غلط، شتيمة، هعترف بالحقيقة أقول موجود، بس ما اقدرش اقول الكل، انا هقول اعمم. ما اقدرش اعمم الخطأ بالظبط كده، هظلم الباقيين لما اعمم خطأ شخص او اتنين، هيبقى ظلم. لكن مع ذلك ما كناش بنأذي حد، ما كناش ممكن يعني زي ما في الوقت اللي احنا كنا فيه اخر كم اخر 5 وقفات، عايز اقول لك كان ممكن توصل لدم، كان ممكن توصل ان حد يعور حد. معقولة؟ وفي تهديدات صريحة، في تهديدات، وكنا بننزل يوم الحد، يعني جوانا طبعا امان ان ربنا طبعا هيحمي ولاده، بس جوانا قلق، جوانا قلق ان اليوم صح. مش هيمر بسلام، اكيد في حد هيتعور، حد هيتقم، ناس كتير مننا اتخبطت، ناس لما اتكسر سماعاتنا وكده، اتكسرت على ايد حد، واتكسرت على
يعني في ناس اتصابت اصابات خفيفه بس تعورت في كمان. صح، اصابات. طب هنستنى ايه؟ معلش تاني هيبقى بقى الولاد دم. بيقتلوا في بعض او بيضربوا بعض، كان في منظر مش حلو، فلازم ما حد ننكرش عاقل حد، يوقف. بالظبط بالظبط بالظبط، ما انا ننكرش معاكي ان جدا. كله في الوقت ده كان كلنا ولاد ابونا كنا دماغنا مش قابله اللي حاصل، مش قابله ان احنا نوصل ان صوره الكنيسه توصل للدرجات دي. طبعا وقفتنا عمرها ما وصلت الكنيسه لصوره الناس الشمحتيه، الناس الشبيحه اللي يعني عمرنا اللي ما هم وصلنا يعني لكده، البلطجه بالظبط البلطجه. بالظبط بالظبط. كنا بنقف وحتى ومعلش ما دام الناس، معلش هستأذنك، انا عايزه اقول واقع يا جماعه، ان الاسقف كان موجود بيعمل قداس في الكنيسه والشعب كان بيتخانق بره والاسقف ما عملش حاجه، دي كارثه. يعني الاسقف كان موافق على الحاجات دي، انتوا فاهمين ما يعني ايه؟ كان في واقع مره من المرات ان الشعب كان بيتخانق بره وفي ده بوليس بره حقيقي. واقف ما بينهم، والانبا مارك واقف جوه واقف جوه يفرج على الكاميرات بيعملوا ايه؟ ده حقيقة. وكان معلش مدام يعمل حاجه ايدات ليهم. واقفة بتكلم الأخ من الإخوة بتوع اللجنة، قول له ينزل، يعني مش كده يعني، هو أب هو المسؤول، قال لها ينزل يعني عايزينه يعمل ايه، عايزينه يعمل ايه؟ هو هينزل يعني معلش يقل هو سايب الشعب بمنزلته يتخانق مع بعضه، الشعب ممكن يقتل في بعضه وهو المسؤول، وسايبهم عادي لا بس وسايبهم عادي. مش هيقل، اتفضلي اتفضلي تمام. مش هيقل من نفسه او من برستيجه وينزل يشوف الناس دي ايه. للاسف، ما هو ده تخاذل الاسقف، موقف الاسقف خلاكم انتوا كمان في حاله، انتوا يعني حتى الكبير المسؤول عنكم سايب الموضوع فوضى، ده يضرب وده يقتل وده كله يهدد وده يعمل، ما يقولهمش عيب، لا ما كهنة يقولهمش دولابكم الكنيسة ولا اتفركوا. الأسقف ولا أي حد، بالظبط ولا أي بالظبط حد، بالظبط لدرجة فعلا بالظبط. يعني كان بدأ الشباب الصغير يطلعوا، خوفنا عليهم يعني. أنا واحدة من الناس بتكلم عني، أنا لقينا بدأوا الشباب يعني معلش الشباب الصغير بقى اللي هو عنده حماس اللي عنده ومش حماس عارف. من ولادنا مش حابب مثلا باباي يبقى في منظر مامته، صح طبعا فبدأ هنبدأ طبعا هنبدأ ندخل في مشاحنات وبلطجة وأسلوب مش حلو، أسلوب مش حلو وهو ومنظر مش الاسقف حلو. عايز ده، عايز يتفرج على ده، يعني هو عايز ده وعايز يتفرج على المشهد ده انكم طبعا بتتخانقوا مع بعض. هو مبسوط، هو اللي بس الحاجة دي هو اللي بعت لكده. بالظبط، هو اللي بعد ده. أنا عايزة أقول لحضرتك يا مدام بين إن هو من الأساس معلش الأسقف هو يعني دخل بذرة حتى بينا كلنا، إن بدأ يعني زي ما بنقول الحزمة استحالة تكسرها، لكن بدأ صح، يفرق بدأ يفرق. ويروح مكسر بالظبط بقى عود عود، بالظبط بالظبط والجروب بقى مفيش، والكنيسة بقت أحزاب، خلاص، انقسمت فخلاص انقسمت. خلاص بقي في بالظبط ضعف، اللي ضعف. ينكر غير كده، صح اللي يقول غير كده يبقى مش صريح، لا بقى في ضعف. لا لأن بدل ما كان أبونا عملنا كتلة واحدة كده في الكنيسة محدش يقدر يجي جنبنا، هو جه بقى فك كل ده فك كل ده. ب ب ب لا ده عايز مصلحة، لا ده عايز كذا، لا ده بيفكر في ايوه كذا، لا ده مش تبع أبونا، لا ده تبع الأسقف، لا ده مش تبع الأسقف، لا ده تبع أبونا. دخلنا في قصة كبيرة جدا للأسف، احنا كنا واخدين على طيبة أبونا، واخدين على حنية أبونا، واخدين على أسلوب أبونا الحلو، ما كناش واخدين على الأسلوب ده. ففي ناس يعني وقعوا كتير في الموضوع ده، لأني مش واخدين على زي ما حضرتك قلتي اللف والدوران، ما اتعلمناهوش وما شفناهوش أبدا في كنيستنا ولا مع أي كاهن كان في الكنيسة. يعني أول سبب نقدر نقوله فأنا إن اللي عايزه اقوله لحضرتك ان احنا اساسا كنا يعني من جوانا مش مبسوطين، مش مرتاحين من المنظر، بس مكملين. ليه؟ لان احنا لينا طلب هدف عايزينه، واحد. لينا هدف، صح في صوره احنا حاطينها وعايزين نوصل لها بكل محبه وبكل سلام، وطلبنا كتير واتكلمنا كتير.
الفكرة إني كان يعني الشهرين الفاكانس، شهرين الأجازة كانوا فرصة، قلنا ناخدهم فرصة نفكر إيه اللي يتعمل جديد، نفكر إزاي نتلاشى النقطة اللي هو رماها لنا دي، الأزمة الشديدة دي هو رممنا أزمة وحشة قوي محدش واخد باله منها، إن إحنا ولاد كنيسة واحدة وجاب لنا من بره ناس تاني عشان يتهجموا علينا ويضعفونا ويشتموك ويهددوكم وتهديد ويضربوا عليكم بيت وشتيمة ويضربوا عليكم والدك ايام. وإهانات وحاجات كتير. صح. عايزة قبل كل حاجة مدام نبيل أوضح حاجة، اتفضلي. إحنا من بداية الوقفة أي حاجة بنعملها أو أي خطوة بتتعمل ايوه جميل، بنبقى نهائي بنبقى ضامنين نتيجتها، إحنا بنمشي خطوة بنفتح باب، أي خطوة مشينا فيها من بداية، أي خطوة ومشينا خطوات كتير وأبواب كتير خبط يعني طرقنا بابها ما نجحتش، ما اتهمناش حد، ما اتهمناش حد ولا حاجة، صح. ولا عديناها، خسرنا جولة قلت يعني أو مش خسرنا جولة، ده تاني ما أقدرش أقول بالظبط، خسرنا جولة، أقدر أقول ما يعني ما جابتش اللي إحنا عملت محاولة عايزينه، تانية يعني بالظبط. ندور على حاجة تاني. الوقفة نفسها عموما كلها كده لينا سنتين، إحنا وصلنا للي عايزينه منها نوعا ما، صح. لكن جينا في الآخر لقينا اللي داخلين عليه أصعب، محدش مننا هيقدر عليه. فالوقفة دلوقتي خصوصا معلش يا مدام ايناس، عايزه اكد على الحته دي، خصوصا ان كان في تهديدات، واحد كان بيعمل كده يعني. لا، وكان انا في عرفت ان تهديدات تقول بتوصل ترندي بالرسائل يا الخط مدام نبيل. الخطا، او حد ممكن يعمل اي حاجه بعد الشر عليكم طبعا كلكم، اخرها 3 شهور، وكان في تهديدات بتوصل بالرسائل. وتهديدات بتوصل بالرسائل. يا بتوصل للأشخاص اللي واقفة تهديدات وطبعا بالرسائل. الانبا مارك مختارهم على الفرازه يعني، فمعلش ناس مستبيعه. عايزة أقول لك إن مش كل الناس كانت شاعرة بالموضوع ده. لما أنا أوصل إن يجي لي تهديد، أنا أوصل أبويا يستاهل ياخد نور عيني وحياتي، لأن الراجل ده عمل عشاننا كتير كتير، وما يستاهلش من حد غير كلمة، حتى كلمة شكرا دي قليلة عليه، طبعا 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 على طبعا تربية طبعا يعني طلع لنا أولادنا وشبابنا، ويعني كان مخلي شاب الكنيسة، عنده وفاء، انتوا عندكم وفاء، كان انتوا عندكم مخلي وفاء وحب الكنيسة إيد لبلد. واحدة. أنا اكتشفت إن هو فعلا بعد ما مشي الكنيسة اتفتتت، ما بقاش في حد اتقلبت. كان بحد، صح. ودي أزمة كبيرة. هو كان لممكم كلكم، هو من كان حبيته، عارف بالظبط بمحبته. بالظبط كان عاطي بالظبط حب للكل. انا لما هاخد حب هدي حب، لكن دلوقتي انا مش باخد حب، بحاول ادي حب من المخزون عندي، لكن هو يعني هيخلي الناس تتعب، والحب ده ينشف منهم ليه؟ انت المفروض يا اسقف وجاي تلم وتزود المحبة. عموما عشان ما اطولش على حضرتك، انا كل اللي عايزة النهاردة أقوله أو اللي طالعة أفهم الناس ليه، إن الهدنة دي كانت فكرة زي أي فكرة جت، زي فكرة إن إحنا قعدنا محاولة. مع كاهن جالنا صح. وطلب إنه يقعد معانا ويحللنا، وهو أساسا ولا حل ولا هيحل ولا كان بإيده ربنا عز يحل، كان البرت شول، وكان في ناس كانت هتروح لدرافي، انا كنت عارفه يعني ولا كان في ناس بإيده يحل، بتروح وكنا هناك. عارفين كده، ومع ذلك قلنا بالظبط مفيش مشاكل، اللي عايز يروح تحت أمر الكل، بالظبط بس أنا مش عايزة بالظبط، أروح، وما حرية اعترضتوش شخصية. ولا اتهمتوا الطرف الاخر ان هو طبعا الانبا مارك، او ولا اتهمتوهم ان هم بتوع مصالح مثلا وعايزين في يخلصوا. حد بعت بالظبط بيقول أنت من اللي مشتركته في الهدنة. أنا واحدة من الناس اللي رحت قابلت الشباب اللي طلبوا اللي هو عرض المحبة أو عرض السلام اللي بيقولوه، ورحنا بداية لما كلموا أخونا اللي معانا عشان
يحاولوا يقابلوا حد او يشوف هيتقابلوا ازاي. بداية انا هشرح ازاي جه الموضوع عشان الناس تفهم، بس لان الناس ما ادتش الفرصة بالظبط. لحد يشرح، لان الهدنة انها بالنسبة تفهم لهم. حتى انتوا عملتوا فاخدتوا الخطوه دي ليه. بالظبط هنوضح بالظبط خدنا الخطوة دي ليه او بدأناها ازاي، بالظبط. اتفضلي. وبدأت في قد ايه. هي بدأت اساسا عبارة عن عرض بالتليفون، احنا ممكن نقعد، قال لهم تحت امركم بس استشير يعني هسأل اللي معايا، قالوا له طب احنا معانا يعني اخر الاجازة هنكلمك تاني. تمام. عرض الموضوع، كانت الفكرة مدام نيفين في حاجتين، في اتفضل. وقت الاجتماع، ان لازم الاجتماع يتم قبل ميعاد الوقفة اللي هو 4/9، وكان في الاشخاص اللي هيحضروا يختارهم يعني يلحق ان هو يقول لهم. فكان كل تفكيره انه اختار بعض، لان هما دول خدام الشباب اللي طلبوا كده، الخدام بتوع مدارس الاحد اللي هما في منهم امين الخدمة، هما 2 شباب امناء خدمة، ماشي. وفي من بعض الخدمة. الشباب اللي هما في مدارس الاحد، وشباب شباب ممتاز، مش يعني مولادنا، شباب حلوين من ولاد الكنيسة، بالضبط. فعايزين نعرف نسمع هما عايزين ايه. احنا عايزين نسمع، هما تمام رايحين اساسا عبارة عن مقابلة عشان نسمع هما عايزين ايه. لكان في تمام خطة الوقف وقفة، او كان في اي حاجة ما كانش في دماغكم في حاجة الدماغ إلا تقعدوا خالص واقفين مع بعض وبس. بالظبط خالص. تمام، بالظبط. احنا اتفضلي. كنا وقفة الوقت واحدة، معاكي. وقفة سلمية، حتى لو المنظر زي ما بيقولوا وحش للناس، والناس بدأت ما تجيش، والناس بدأت تزعل، بس كان وقفة واحدة. في آخر فترة اتحولنا لعدوين، الاتنين بيضربوا بعض، او مش صح. بيضربوا بعض، في طرف بيضرب التاني يعني، بقينا بس في منظر الناس في طرفين واصلين معلش بالبنيه. معلش برضو يا مدام ايناس، انا برضو عايزه اقول نقطه. معلش. بعد كمان كلام البابا في ناس كتيره تراجعت ان هي تنزل. خلي بالك دي الخطوة يعني. اللي بعد كده بقى يا مدام نيفين، دي بالظبط. الخطوة يعني اللي احنا انا شفت ناس يئست وقالت خلاص بقى مش هننزل تاني، هو الموضوع ده خلاص كده منتهي. هو في ده ناس فعلا خدت قالت مش هننزل تاني، وفي ناس قالت لا المظاهرات دي ما جابتش نتيجة ومش هننزل، وفي اشتباكات وفي خناقات وفي مش عارفة ايه، وفي هو عملنا ده عصرة للشباب وعملنا ده حفلة بقى للكنيسة الخطوة اللي هي بعد كلمة البابا. لكن قبل انا كلمة مش بتكلم على الوقفات اللي قبل كده، انا بتكلم على الوقفات اللي كان فيها مشاحنات جديدة وخناقات اللي هي اخر وقفات. آخر لكن اللي قبل وقفات، كده لا، انتوا كنتوا مش عاملين عصرة ولا حاجة، ولا كنتوا عاملين اي مشاكل، ولا كنتوا هاديين جدا ومسالمين جدا، والموضوع كان ماشي حلو جدا. المشاكل دايما كانت بتيجي من ناحية، من أي ناحية كان قبل كده، اللي هو اللي ماسك الكنيسة، اللي بالظبط. هو واقف عند باب الكنيسة وكده. المهم يعني الوقفة الأولانية كانت في الغالب دايما ما فيهاش مشاكل. لما وصلنا لمرحلة المشاكل، طبعا الشباب لقيوا أولاد كتير مش راضية تدخل مدارس الأحد، بقى كل ما يتصلوا بحد يقول لهم لا 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 ما نجيش، أهاليهم الشكل يقولوا لهم المعاملة. أجيبهم يتفرجوا على الطرفين، وفي البوليس طول كل أسبوع قدام الكنيسة. أنا مش هدفن راسي في الرمل وأقول إن ده منظر حلو، معلش هفضل واقفة وأتحمل أتحمل، بس ده مش منظر محترم أقدر أنا أقبله ولا أقبله على أولادي. أنا لو برضو في نفس وضع الأمهات وشفت الشتيمة اللي كنا بنتشتمها دي بصوت عالي لا حضرتك، كانت صعبة جدا، كانت صعبة مش صعبة هقبل صعبة. أودي أولادي يسمعوا الشتيمة دي. صح. هو ندى عندك على حق في فكرة، الحتة دي، عندك حق في الحتة دي، عندك حق. أنا هقول طيب معلش يا مدام ايناس، خليكي بس ماشية اتفضلي معايا عشان ما نتوهش الناس مننا، عشان بس اتفضلي. الناس ما تتوهش مننا. حضراتكم عملتوا خلاص أول قعدة. قعدنا هل استني بس، هل القعدة دي ما فيهاش خالص مطلب انكم عايزين رجوع ابونا ابراهيم تاني الخدمه في فرنسا؟ ما طلبتوش المطلب ده خالص في القعده؟ انا راضيه ضميرك يا مدام نيفين، انت لا معانا ولا مع حد، وانت في موقف طيب ليكي 2 سنين واقفه عشان خاطر واحد،
هقعد في قعدة وما اقولهاش؟ بالعقل كده لازم اقولها انا عايزة حد بالعقل. عاقل يكلمني، صح عندك هبقى حق. واقفة طب سنتين ليه قالوا عشان كده؟ ليه اضل قالوا الحته شاطر دي؟ ابويا، وهاجي في اخر قعدة اقول لهم لا انا مش عايزاه، اتكلموا في اي حاجة تانية حتى بس مش عند هتكلم هدى في ابويا. عذرا اندت شوي، حصل خناقه وقلت قدامه ان احنا عايزين برضو ابونا، مش عايزين اي حاجه غير رجوع ابونا يعني. حتى وانتو مع الراهب عذرا اندت شوي اللي كان ناوي يحل او كان وهمكم يعني ان هو هيحل. معلش انا عايزه اسال سؤالي مدام نيفين، لما رحنا اتفضل. قعدنا مع ابونا عزرا، هل احنا قلنا له على طول كده اول ما شفناه عايزين ابونا عايزين ابونا عايزين لا ابونا؟ طبعا كان في مناقشة وكان في حوار وكان في حاجات وكتب بالظبط، نقط، كتب 5 نقط، وكتب نقط قال انا بالظبط. 5 نقط هوصلهم للبابا، واللي كانوا قاعدين اه ممكن حضرتك تشوف تتاكدي من الكلام ده، قالوا 5 نقط. بالظبط. تمام، قلنا تمام. ال5 نقط دول فهمهم ازاي جوه ازاي؟ ما انا بقول انا عايزه ابويا، بس انا مش يعني مش انا هجيبها له كده، انا هجيب له عشان الخدمه ما اللي فيش كذا، انا اتوجه عايزاهم قوي كذا ليه؟ بالظبط. بسبب اه فقدان الراعي. الاولاد بقوا ما يحضروش ليه؟ بسبب فقدان الراعي. ما فيش سؤال افتقاد. افتقاد وسؤال على الاولاد، ده ليه؟ بسبب عدم وجود الراعي اللي يسأل. اسر تعبانه كذا كذا. انا لما اشرح ده هل انا مش بطالب بابويا؟ لا طبعا بطالب بيه. انا بوضح لهم انا عايزه ابويا ليه، لكن ما قعدتش صح في القعده مش هبقى كدابه اقول لهم انا عايزه ابونا، يقولوا لي طب بس يا كده، طنط يعني الخدمه حضرتك ساعتين انا او عايزه ثلاث ابونا، ساعات انا طب عايزه يا كده. ابله اه يعني الخدمه انا عايزه ابونا، طب الناس اللي مأذيه انا عايزه، مش هي ما جاتش كده، في اسلوب في الحوار، في اسلوب في الكلام. معنى يا مدام نيفين ان انا جاي اقول لحضرتك انا قعدت مع استاذ فلان ولا مدام فلانه وكان عندنا حوار طويل ومن ضمنها كلام على حضرتك، هل انا كده ما بقاش ذكرت حضرتك في الوقفه في لا الكلام؟ طبعا ذكرتيني، لا طبعا لما اجي انت في اقول كل نقطة فاكراني فيها، انت في كل نقطة وكل قلتيها نقطه فاكراني قلتها فيها. انا عايزه حوار حلو جدا، لان اللي بيحاور دلوقتي مثلا انا مش بوظ الحوار وبوظ. لازم يبقى في اقناع، لازم يبقى في اقناع للي قدامك، امال هيرجعه الله فعلا ينور على ايه؟ عليكي، هو بالظبط اسلوب اقناع، انا بطلب ابي ابويا باسلوب اقناع. هل بالظبط. انا عشان مش فرض، مش لازم كذا، هو ده ما تبقاش كده هو ده بالظبط. انا معاكي في النقطه دي، انا بحب النقطه دي هو ده انا لان ليه؟ لازم الطرف الثاني يفهم. ما الطرف الثاني، ما هو ممكن تشدوه ليكوا على فكره، الطرف الثاني ده ممكن تشدوه ليكوا، ما هو مش فاهم، هو في ما فيش خدمه واقعه عندكم، ما فيش افتقاد، ما فيش بتاع. لما تقولوا له كذا سبب هيقتنع ان انتوا فعلا محتاجين ابونا، هيقتنع، هيقول لك اه صح انت صح، اه فعلا ما فيش افتقاد، اه فعلا ما فيش خدمه، اه فعلا مش عارفه ايه، اه فعلا. تقول له طب شفت بقى، طب احنا عايزين ابونا زيك اهو، عرفت بقى. هو ده هتخليه هو اللي يقولها، هو ده هتخليه هو اللي يقولها. هو ده اللي صح بيحصل، هو ده اللي احنا كنا بنعمله. ومع ذلك هقول لحضرتك انا كإناث، ويسألوا كل اللي موجودين وفي غيري تاني يعني مدام فيفيان وكذا حد، قال لهم عايزين ترجعوا الكنيسة فيها الخدمة يبقى يرجع ابونا، يبقى هو في ابونا، Yeah. السر في ابونا. صح. هو ده بعد ما اتكلمنا في كل عاوزين ترجعوا الخطوات، الخدمة، رجعوا ابوه. صح بعد ما اتكلمنا في كل حاجة هم عايزين يتكلموا فيها وجايين يتكلموا فيها وجايين يعني اصل الشباب اصل الولاد اصل ما بيجوش اصل ما بيعملوش، وصلناهم لنقطة ان عايزين ده يرجع، عايزين السلام بتاع الكنيسة هو حاجة واحدة اللي هترجع السلام، هو ده اللي احنا وصلنا له. بس يرجع السلام ازاي بقى؟ كان في خطوات تانية برجوع كتير. عمر. طيب سؤال تاني، معلش خليكي معايا. اتفضل. آه في ناس بتقول المبادرة اللي نزلت على السوشيال ميديا على الفيسبوك، المبادرة ما فيهاش كلمة رجوع ابونا خالص، ايه رأيك في الكلام ده؟ او انتوا هتوقفوا الوقفات الاحتجاجية اللي بتعملوها وقف مؤقت، ما جبتوش برضو السيرة دي، ايه رأيك في الحتة دي برضو؟ هل أنا عشان أطلب من حد طلب أو أعمل حاجة لازم أبس التهديد في الكلام؟ بمعنى طب بص انا أنا ممكن ببحث ابقى عن السلام، شايفاها،
بمنظور تاني، ان انتوا ما قلتوش الكلام اصلا اللي اتعمل في القعده، يعني انتوا ما قلتوش اي حاجه خالص، انتوا قلتوا بس ان احنا عملنا مبادره سلام بس، ده اللي هو فهمته من ده الورقه هو ده بس. هو انا لكن ايه النقط؟ انتوا اتكلمتوا في حاجات كتير اعتقد، فانتوا ايه معلش النقط دي ما كلها انتوا مش هتتكلموا فيها بقى؟ فدي الفكره، ان انتوا المبادرة ما اللي اتكلمتوش في حاجه نزلت خالص. دي حاجة مختصرة، كنا طالبين تنزل عشان الناس تفهم ان في هدنة هتتعمل عشان خاطر، وحتى مكتوب كده خطوة أولى. الهدنة دي خطوة خطوة أولى، أولى، تمام. خطوة أولى بمعنى في خطوات تانية جاية، بس الخطوات التانية دي كان لازم يبقى فيها دراسة، بمعنى صح، كان لازم نشوف ايه اللي هيتعمل نقدر نوصل بيه مع الشباب اللي اقترح الاقتراح ده هيفيدني بإيه. صح، أنا وقفت وأنا خايفة على الكنيسة، ومن جوايا خايفة على الكنيسة، لأن أنا محدش أجبرني إن أنا أقف. أنا مش معجبة بالمنظر الأخير يا مدام نيفين، أنا مش راضية ولا أي حد راضي عن وناس المنظر كتير طبعا الأخير. طبعا طبعا، وناس كتيرة فعلا. لا لا لا، فالهدنة مش حاجة المنظمات، وحشة، مش معناها ان انا لا بعت ابويا، حاشا، لا لا ابويا لا ترابه لا فوق لا خالص، دماغي. دي محاولة تانية برضو. لا حلوة، هو ده، انا كنت موافقة من الاول على موضوع انكم تقعدوا مع بعض، قلت لكم كذا مرة اقعدوا مع بعض، اتفقوا قعدنا بعض. مرة مع شاب ابن الاستاذ موسى الله يرحمه، وقعدنا وبعض الناس وفشلت مع ابونا عزرا، ومرة مع ابونا عزرا وفشلت، ومرة تاني بعتنا كذا حاجة عشان يجي لما بعت البابا يقول عايز اسماء وما بالظبط، ردش. كل ده محاولات، عشان كده بقول محاولات كتير، لحضرتك احنا بنمشي كنا في خطوات، الهدنة دي صح. خطوة منها. هي ليه مزعلة الناس كده؟ وانا معلش اعرف ان انتوا معاكم تصريح لحد اخر السنه، يعني انتوا معاكم معانا تصريح، الشهر اللي التصريح، جاي معانا يا التصريح. ستي لو فشلت في كل حاجه تاني او كل المحاولات ما عرفتوش تجيبوا التصريح بيها، انزلوا التصريح في تاني. ايدنا، بالظبط، بس انزلوا تاني بس بعدد بقى يا مدام ايناس، مش هيبقى خمسه سته بقى اللي تنزل، معلش. لان في ناس كتيره انا اعرف، في ناس كتيره انا اعرف مش عايز تنزل تاني، فمش معقوله واحد ولا اتنين اللي هيقف او خمسه سته، هيبقى المنظر العام ايه؟ يبقى كله بقى موافق مدام ضميريا إيمان على احنا الهدنه. ما عملناش شروط، ما قعدناش عملنا مباحثات أفريقية ولا أوروبية ونعمل شروط، ما عملناش شروط. المبادرة ما كانش فيها إن أنا بص لو ما عملتش كذا هموتك، لو ما عملتش كذا أنا هرجع أعمل كذا، ما كانش فيها. الكلام كان حوار سلمي، حوار هادي. أنا ليا سنتين بتكلم وواقفة، جبت أبوه، يمكن الكلمة دي تزعل حد، بس جبته. احنا بنمشي في طرق كتير، بس احنا طول عمرنا ما هنهدى ولا يهدمنا بلغة لما الراجل ده يرجع ويرجع له حقه يا اخوانا. اللي زعلني يا مدام ايناس ان انتوا في بعضيكوا بقيتوا تشككوا في بعض، ده اللي زعلني اكتر، دي اوحش حاجة. ان احنا كنا كتله واحده، محبه واحده، ايد واحده، بقينا بنشكك في بعض. دي الحته اللي هتضيع كل حاجه، احنا عايزين نرجع ايد واحده تاني، لان أنبا في بسادة ما حاجات بيبطلش هتتظبط يجي غيرك. على فكرة، أنبا بسادة ده كل شوية هنا، مش مسألة الهدنة والوقفة. ولو هم وراهم نية سيئة إن هم يوقفوا ويعرضوا الهدنة فعلا في وجود الأنبا بسادة، بما إني ما كناش حد مننا يعرف في أنبا بسادة ولا لأ، أنا ما دخلتش في نية حد، زي ما المفروض ما محدش دام يدخل نسبة في نيته. الصدر بتقول اللي مش عاجبه الهدنة يتفضل ينزل على الرصيف من بكرة. بالظبط يا مدام انا ما نجم، ما انا اجبرتش بقول حد اهو. يقبل الهدنة على فكرة، احنا عرضنا هدنة، بالظبط عرضنا هدنة. بالظبط، خلوا ناس تمشي كده وناس تمشي كده، عايزين تنزلوا الوقفة اقول ورونا لك حاجة، رحلتكم. اقول لك حاجة يا مدام مرو النبيل، المشكلة ان اللي اتفضلي. بيعرضوا الهدنة ما كانش، يعني مش ما كانش، اغلبيتهم ما كانوش بينزلوا معانا. بالظبط بالظبط التصريح بالظبط. اللي معانا ما يوقفش تصريح حضرتك يا مدام ايمان، لو عايزة تاخدي تصريح، لو انت عندك اسوسيسيون تاني ممكن تعملي حاجة تاني. انت التصريح اللي معانا بالجمعية بتاعتنا ما تمسش اي حد. لما تيجي بالظبط جمعية سين تعمل حاجة، جمعية صاد لو عايزة تعمل حاجة تاني دي تخصها، بالظبط ما بالظبط توقفش. بالظبط، انا ماشيين قانون. مشروعي ما يوقفش مشروع بالظبط حد تاني. بالظبط
وانتوا كده هتقسموا فريقين، ناس عايزه تعمل الهدنه ومش هينزلوا الوقفات، وناس عايزه تعمل وقفات. طب وليه؟ طب تتجمعوا كلكم في الهدنه وتخلصوها، ما نفعتش تتجمعوا تاني كلكم في الوقفات، نخلينا كلنا هنا كتله ونخلينا هنا كلنا شكرا كتله، يا مدام إيمان، بدل ما كلك احط هنا ذوق. شويه، بدل ما احط هنا شويه واحط هنا شويه. يعني انا لو ما الكفه دي احطها شويه والكفه دي احطها شويه، غير لما كلهم يبقى في كفه واحده، لما كلهم يبقى في كفه واحده هتبقى كبيره. يا استاذ ادم، انا لو العالم كله، كل انا ما اقصدش بتاعتنا يعني يا مدام ايفيت، انا الحكيم بامره فيه، انا بقول استاذ ماهر الجمعيه من اللي احنا عشرة تلاتة عاملين اتنين، بيها بتاع ما تمنعش حد تاني، الجمعيه الخاصه بالجروب اللي عامله التصريح ما تمنعش حد تاني لو حابب يروح التصريح. مشكلتنا طيب بقى ايه يا مدام نيفين؟ واقفين لبعض على اتفضلي. الكلمه. واقفين على هو بعض على الكلمة. نجح انه يخلينا نقف نشكك في بعض ونقف لبعض على الكلمه، ودي حاجه وحشه طيب قوي. معلش يا مدام ايناس، خليكي معايا. مدام ايمان قولي لي فقدت الثقة فيهم ليه؟ قولي لي اسباب عشان اقول لها اواجهها بيها. مدام ايمان ما تحطيش الكلمة وتمشي، قولي لي انتوا فقدتوا الثقة فيهم تماما تماما ليه يا مدام عملنا ايمان؟ لها ايه؟ عملنا ايه؟ اتفضلي قولي. انا خليها تجاوبك. قولي طب انا فقدتوا عملت الثقة ايه؟ فيهم ليه؟ اولا معلش بقى يا مدام ايناس خليكي معايا، معاكي. قولي لي الاسماء اللي راحت الاجتماع الاولاني خالص. مدام فيفيان تقريبا، كنت دكتوره انا فيفيان، مدام حضرتك، فيفيان، استاذ ماهر، استاذ استاذ خليل، ماهر، استاذ خليل، استاذ امجد، استاذ امجد، من الناس المحترمين جدا جدا صدقيني، جدا 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 جدا. صدقيني جدا. استاذ امجد، ثواني يا مدام ايناس، استاذ امجد واستاذ خليل انا سمعتهم اكتر من مره في الوقفات، وبصراحه الكلمه منهم توزن بلد، الكلمه منهم هم عارفين بيوثقوها كويس ازاي. انا سمعت الاستاذ امجد اتكلم عن امور خطيره محدش عارف يتكلم زيه فيها. الاستاذ خليل كان بيسيب شغله وكان بيقف معاكم. الاستاذ خليل مش محتاج حاجه من الوقفات ولا ليه والله مصالح ولا ليه صدقيني، الحاجات ولا دي حق لوحده ولا خالص. حد محتاج. انا ما عملتش مداخله مع الاستاذ امجد والاستاذ خليل، انا عرفتهم من طريقه كلامهم، عرفتهم من الحماس اللي هم فيه. اولا دي ناس كبيره سنا ومقاما، الناس دي دي كبيره حقيقة، سنا ومقاما، وعيب قوي صدقيني دي ان حقيقة، حد يجي ناحيه وتحملوا الارهنه. وتحملوا كتير، الناس دي صدقيني تحملوا كتير في الوقفة انا وبره لما الوقفة. عرفت ان في بعض الناس مش عاجباهم بس الاسماء انا استغربت. تصوني فيفيان عملت لكم ايه؟ تصوني فيفيان دي انا كنت اول واحده معاكم. استاذ امجد واستاذ خليل من الناس الكبار سنا وقيما ومقاما، ده هما اللي عاملين هيبه كده، يعني ناس كبيره معاكم زي لا احنا تصوني اصبحنا دكتوره لوحدينا، احنا فوزيه. ما اصبحناش لوحدينا، احنا كتار والحمد لله. انتوا اعترضتوا علشان الناس الكبيره راحت تتكلم يعني الناس عشان بس ما عرفتوش ان انتوا كان في اجتماع ولازم كل، الناس وما انتوا كمان كنتوا يا مدام تعرفوا نيفين تجيبوا لا ارقام مؤاخذة في بس قطع بتقطع كلامك، الاستاذ ماهر. الناس اللي فاهمة كل حاجة من قبل احنا اساسا ما نكون موجودين فيك يا فرنسا، الناس دي قدام جدا، من اوائل الكنائس، من اول ما الكنيسه وجدت هنا في فرنسا وبدات تتفتح ويتعمل نشاط كنسي وكنيسه، الناس دي موجوده هنا، يعني عارفين انا عايزه اقول كل لك ان انا حركه. حاولت مش عارفه اكتر من مره تقريبا ان انا اعمل لقاء مع الاستاذ، وكان يشرفني جدا ان انا اعمل لقاء مع الاستاذ امجد او مع الاستاذ خليل. انا كنت هعرف ان انا اكيد عندهم اسرار كتيره واكيد عندهم كلام كتير أكيد، بس جدا بجد، صدقيني وقتهم يعني ضيق جدا جدا، كان وهم ضيق بيدونا وفيه من ليميت أكتر. معتذر تقريبا. لانه فعلا هم وقتهم ضيق جدا، ودول لو بتوع مصالح كان هيطلعوا يتكلموا وعايزين يظهروا وعايزين يعملوا شو وعايزين يتكلموا وعايزين مش عارفه ايه ويظهروا في الصوره. بالعكس دول بيعملوا في الخفاء، دول ناس قيمه وقامه وكبيره سنا، يعني احترموهم سنا على الاقل. دي حاجه. الحاجه التانيه، الناس دي عملت غلط في ايه؟ هي كل ده عشان راحوا الاجتماع من وراكم؟ ومين اللي زعلانين؟ اتنين تلاته؟ يعني الدوشه دي كلها من اتنين تلاته يعني؟ عشان ما وزعلانين خدكمش ليه؟ قالكمش معلش، تعالوا اظهروا في الصوره. فقدوا الثقة، عملنا ايه؟ انا معلش معلش يا مدام ايناس، انا متنرفزه من الحته دي. انا بجد متضايقه لان انتوا كنتوا كتله واحده، وانا كنت معجبه بيكم بجد انكم كتله واحده. اتنين تلاته عايزين يفركشوكوا؟
انتوا كلكم لا اتنين هو اللي ايه بيتكلم دلوقتي، اتنين تلاته اللي معترضين على الهدنه، اتنين تلاته المعترضين يا مدام ايمان يا مدام نيفين، هل يعني ينفع؟ هم معترضين هل وخلاص ينفع؟ انا معترض من اجل الاعتراض. لو طب ليه؟ اصل انا مش واثقه فيهم. طب ليه؟ اصل انا مش عارفه، اصل انا بتوع مصالح. طب ما طلعوا بتوع مصالح في ايه؟ طلعوا لي اللي انا ادوني ادوني مزعلاكم حاجه فيه، وانا طلعها لكم. بس هو ما ده ينفعش يا جماعه طلعوا اتكلم كده جزاف. هو ده انتوا بتتهموا ناس يعني من الناس اللي عملوا حاجات كتيره جدا جدا جدا. يعني مدام فيفيان دي كانت بتبقى اول واحده تقف في الوقفه. مدام فيفيان دي تعرضت لحاجات مدام كتيره. فيفيان الناس كلها عارفينها من الخدمة من قبل، يعني خادمة عايزة اقول لك من سنة كام، يمكن من 2000 او قبل، وهي اساسا من مصر خادمة. يعني مدام فيفيان في الكنيسة لا غبار، انتوا يا من جماعه قبل السته اللي راحوا او الخمسه اللي راحوا لا غبار عليهم. انا اقسم لكم بالعشره ان الناس دي لا غبار عليها. موضوع بقى اصل انا مش عايزه الهدنه، اصل انا عايزه انزل، اصل ده كلام لعب عيال. معلش سوري، يعني ده لعب عيال. انتوا مش هيفرقوكوا شويه ناس عايزه اي حاجه وخلاص. انا عايزه اكون في الصوره اللي عايز يا بنت ينزل، انا عايزه اكون في هل الصوره. حد منعه يا مدام انتوا كلكم في نيفين؟ الصوره. هل وانت حد هتاخدوا منعه؟ نشان ولا حاجه يا جماعه؟ انت هتاخدوا نشان اللي انا عايزه اكون في الصوره. ما يبقاش كده، ما يبقاش كده. انتوا وصلتوا لمرحله بصراحه انا لما شفت المشهد ده على السوشيال ميديا، معلش البعض منكم قال الفاظ لا تليق وتلقيح ده بالكلام حقيقي، ويمكن وحاجات. ده اللي خلاني فكرت اطلع انا اوضح. ليه هتم حب عليكم؟ انا يعني اخر توقعاتي انكم توصلوا للمرحله دي. انا ما كنتش متخيله انكم بتتكلموا بالطريقه دي. وعقلكم سوري صغير قوي. مش معقوله انا اتربس دماغي على حاجه معينه انا مش واثقه فيهم. طب قولي ليه؟ معرفش، انا مش واثقه وخلاص. دول بتوع مصالح. طب قولي ليه؟ لا معرفش، هما بتوع مصالح وخلاص. انا قلت كده. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. اقنعوني ان هما بتوع مصالح وانا قلت لكم هات الاثبات وانا اقوله. لكن انا سمعت الاستاذ خليل وسمعت الاستاذ امجد، الشخصيتين دول لا غبار عليهم، لا غبار عليهم. وكانوا عاملين قلق جامد جدا الاثنين دول بالذات، انهم الاراخنة ده حقيقي، وعارفين حاجات كتيره جدا في الكنيسه، ده والناس حقيقي. كانت عامله ثقه من الوقفه. عايزه صراحه اقول لك مين سر، الناس دي؟ انا الناس دي كانت حاساه عامله ثقه من الوقفه. سر، انا عيب اللي حاساه بيحصل ده، كاحساس، عيب. يعني كاحساسي انا، ان الاسقف نجح جدا انه يبث كره ويبث ضغينه ضد الشخصين دول مع الناس كلها، قدر يدخل جواهم، طبعا طبعا لاني عارفين ان الشخصين دول عندهم كتير. الشخصين دول لما يوقعوا الشخصين دول، ده هم اللي كانوا عاملين ثقل للوقت. يا مدام فعشان معلش، كده مدام ايناس برضه انتوا كلكم كنتوا صغيرين ولسه يعني لكن الناس الكبيره برضه لها هيبتها. لما صدقيني تيجي تتكلم ناس معاك هي بتقول ايه؟ محترمة فوق الوصف، اسألي عنهم هم هنا حد عارفين هيبتها بيقولوا ايه؟ أصلا. هم عارفين لا بيقولوا هم ايه؟ بتوع لف ولما ودوران، لما راحوا ولا هم لماما كانوا ناس واخدين الكلام ليهم مصالح، ولا حاسين. ناس قليلين في المركز، ولا قليلين في التعليم، ولا قليلين في لا خالص. لا 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 يعني مفيش حاجة يعني هم حد لا بيدوروا غبار عليها عليهم. أزيد من اللي هم فيه، يعني اللي هم فيه بالظبط ناس كتير تتمناه. يعني ناس كبيره سنا يا جماعه هتحتاج ايه؟ اقنعوني. الناس دي لها مصالح في ايه وهي كبيره في السن بالمنظر ده؟ ربنا يديهم طول العمر طبعا، وربنا لا يديهم يا الصحه. بنت، مش احنا اللي يعني ادينا الاسقف الفرصة، انتوا اللي اديتوا، معلش سامحوني، الناس اللي طلعت في العلن ورفضت الهدنة في العلن، مش بينها وبين اخواتها، هي اللي اديتوا الفرصة يضحك علينا ويسقف ويقول انا لا هو نجحت. في، لان كانت انا عرفت الهدنة لو مش الاجتماعات عاجبة ناس كان ممكن يجوا يقعدوا معانا، يجوا يقعدوا مش معانا، يقعدوا مع برضه الشباب، في يقعدوا مع الاجتماع اي حد التاني قلتوا يا عايزينه. جماعه احنا هنعمل اجتماع تاني في الفتره الفلانيه كذا، هو ده، وقلتوا له عايز ينزل ينزل. الاجتماع التالت حتى لا مدام هما ايفتا كانوا حضرت اجتماعين الاجتماع بس يا التالت. مدام نيفين، مش اكتر. اجتماعين بس. هو طيب اجتماع اللي احنا يعني رحناه، الناس عرفت بالتاني، الناس عرفت بالتاني. والتاني هو كانوا هيعرفوا مدام نيفين، هما ما ادوش فرصة لحد. هو الهدنة اتعلن عنها يوم الحد، الدنيا قلبت، ما حدش استنى يسمع، ما حدش استنى يشوف ايه اللي هينزل، ما حدش استنى اي كلمة من اي حد تاني. كان ما في المشكلة خطوات إن دي تاني هتحصل. ممكن أنت بقصد أو من غير قصد ضيعت فرصة من إيدك.
طب ايه المانع ان انتوا زي ابونا عذرا اللي كنتوا هتروحوا درافي؟ اتنين يعني وشهر كنتوا ده. هتروحوا لهم برجليكم في درافي، وكنتوا هتجيبوا اتوبيسات وفرحانين، وكنتوا عايزين تروحوا درافي مستعدين تروحوا اخر الدنيا. ونزل طب ما بيان، دي زي دي، وبعدين سبحان نزل الله، بيان ما دي زي تجديد. دي، ما دي زي دي، وعايزه يعني اقول ما انتوا كنتوا لحضرتك ان مستعدين كانوا تروحوا برضو، انا درافي. عايزه اقول لحضرتك برضو ان كان في برضو شد جامد في الموضوع ده. انتوا ليه مش عايزين، انتوا ليه مش عايزين تحلوا، انتوا مش ليه بترفضوا انه نروح؟ ناس، في ناس ليها يعني افكار تاني. انا واحده من الناس ما بروحش دراباي، وهو مش عايز يجي الكنيسه، انا مش هقعد مع حد، وانا شايفه مش هيحل. ناس تاني مثلا لا بتروح الموضوع في حاجات الدرافاي ده كتير، كان فاخر من الاول بصراحه، حد حاجات يروح كتير. للي بين البيت بس اللي يعني. عايزه اقوله، الدرافاي ده بيت الاسقف، اللي عايزه اقوله لحضرتك الدرافاي ده كان ايه، بيت الاسقف، رايحين الاسقف لحد عنده، ما هو ده حكم وخصم في نفس الوقت، ومع وكلكم ايه اللي ذلك بيعملوا ايه؟ بيقولوا لك انت بتقفلي باب ليه، او رافضه باب ليه، او رافضه بالظبط. وكان في ناس موافقه ومرحبه بس مرحبا عن جدا فرح. جدا. وبرضو محدش يعرف وقتها الناس يكلمكم اللي يعني. رفضت اتهمت التهمات، اتهامات، ما هي الا اتهامات. اللي رفض ان هو يروح، ما رفضناش ان هي تتعمل، اللي رفض يروح. قلنا اللي حابب يروح، انا واحده من الناس يومها وقتها رفضت، قلت اللي حابب يروح مفيش مشاكل. لكن ما خونتوش بقى حد، اخون وقلتوش ليه؟ بقى ان دول بتوع مصالح اللي عايزين يروحوا درافي، ولا قلتوش اي حاجه؟ اللي عايز لا يعمل اي حاجه يعملها. لا، مش هخون بالظبط. لسبب يا مدام نبيل. انا بقول احنا كلنا مجروحين وبندور على حل، كلنا موجوعين، يعني لازم نحس بوجع بعض، بس كل واحد بيتصرف ممكن بطريقة معينة. إيه، ما تعبنيش لو انا بدور طب على مثلا حاجة مدام في صالحي. إيمان كانت منزلة على صفحتها إنها تقريبا عملت مذكرة وبعتتها للسفارة السيد معالي سفير جمهورية مصر العربية بباريس فرنسا، تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم المذكور أسماءهم في البيان الملحق من أبناء الجالية القبطية في باريس، حيث نلتمس من سيادتكم النظر في شكوانا المتمثلة في الآتي. منذ ما يقرب من العامين اتخذ الأنبا ماركو أسقف الكنيسة المصرية على أبروشية باريس وشمال فرنسا قرارا تعسفيا بإرجاع الأب الراهب إفريم البراموسي كاهن كنيستنا إلى مصر، هذا بعد عدة شهور بل سنوات من ممارسة القتل المعنوي تجاه هذا الأب الفاضل، ثم وشى به وألصق له تهم كاذبة أمام قداسة البابا المعظم تواضروس الثاني. نتيجة لهذا الظلم الذي لحق بأبينا المحبوب وبنا نحن أبناؤه بهذا الإجراء المتعسف من قبل الأنبا مارك، وبعد محاولات عدة معه للعدول عن قراره دون استجابة لقرارنا نحن وآخرين من أبناء ورعاية الأب الفاضل أبونا إفريم البراموسي أن نمارس حق مكفول لنا طبقا للدستور الفرنسي بتنظيم مظاهرة سلمية عن مطالبنا واحتياجنا الروحي والرعوي لأبونا إفرايم البراموسي. طوال ما يقرب من العامين ظلت مظاهرتنا سلمية، وكان وما زال الهدف منها استجداء مراحم الله ثم الأنبا توادروس للاستجابة لمطالبنا المشروعة. إلا أنه بدءا من يوم الأحد الثاني والعشرون من شهر مايو الماضي وحتى الآن يتم تهديدنا والاعتداء علينا. طب ما دام ايمان اهي بتقول اهي، في البتاع ان هم تم تهديدهم واللي تم الاعتداء عليهم، وهي لفظيا واحيانا جسديا خلال تظاهره من افراد من كنائس اخرى ليس لهم صله من قريب او بعيد بمطالبنا، لكنهم من اتباع الانبا مارك الذي لم يكن المحرض المباشر لهم. هي بتتهم الانبا مارك ان هو جايب ناس من كنائس اخرى عشان يشتموكم هو ويبهدلوكم ده حقيقة، ويحرضوا عليكم هو ده حقيقة، على اعمال العنف هو هذه، فعلا ده فهو اللي حصل يا داعي مدام لنا نبيل. بتخاذله المتعمد عن ايقافه. طب يا مدام ايمان احنا قلنا الكلام ده كله. طيب اخيرا ان احيل سيادتكم علما اننا حاولنا مرارا عده مقابله البابا توادروس في الموعد اللي بيحدده، لكن محاولاتنا كلها باءت بالفشل. لكن لكل ما تقدم سابقا قررنا نحن اللجوء الى بلدنا الاصلي مصر المتمثله في سفارتنا بباريس وهي شخص سيادتكم لانهاء هذا الوضع الشائك والمشوه لصوره بلدنا الحبيبه مصر. لذا نرجو ان
تحظى هذه المذكرة باهتمام معاليكم، ونلتمس من خلالها الآتي النظر فيما يحدث من أعمال الشغب والضرر الواقع علينا من التابعين للأنبا مارك، وتدخل سيادتكم لديه حماية لنا ولأولادنا. هما بيخاطبوا السفارة إن هي تفضي الاشتباك ده، وبيخاطبوها إن هما ياخدوا حل. تمام، كما نأمل ونرجو من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل المصريين بالداخل والخارج التدخل شخصيا لدى رأس الكنيسة القبطية للنظر في مطالبنا وإرجاع راعينا ومرشدنا الروحي إفرام البراموسي إلى شعب المحتاج. دي لأ، أنا مش معاكي في الحتة دي، لأن هيقول لك دي حاجات دينية، أنا مش ماليش تدخل فيها، يعني مش حاجة سياسية، أنا مش برجع حد سياسي أو برجع، لأ ده أنتوا حاجات دينية، ده بابا الكنيسة بتاعكم وهو قال يرجع أو ميرجعش، هو تحت رئاسته، أنا مش دعوة بيكم في الحاجات دي بالذات، بس مع النقطة ذلك الأخيرة دي ما خطوة تنفعش. اتعملت لو جابت يعني أنا بقول بس على النقطة الأخيرة دي. وأخيرا تفضلوا، هو بقى مرفق المذكرة حافظة تحتوي على صورة فوتوغرافية ومقاطع مصورة تثبت صحة ما تقدم من الصور المشكوى، شكلهم كمان بعتوا سجلات أو حاجات. طيب مدام ايمان عملتوا ايه؟ يعني انتوا لو ينتقفوا عند السفاره مدام ايمان، لو مدام ايمان لسه موجوده يعني يا ريت ترد، يعني انتوا خدتوا خطوه ان انتوا عايزين تقفوا قدام السفاره، او انتوا خدتوا خطوه ان انتوا بعتوا مذكره للسفاره. طيب ده حلو برضو، انتوا عملتوا اهو حاجه محدش قال لكم عليها، لمتوهم يا مدام الناس على الخطوه دي بتاعت السفاره؟ حد قال لهم حاجه؟ يعني هم شافوا اتجاه تاني. هم عرضوها فعلا، واللي وافق وافق واللي رفض خلاص براحته، انا واحده لكن من الناس لكن ما رفضت. حدش بقى لا بالظبط وقلت لهم ما يزعلش حد بالظبط مثلا ان انا شايفه الخطوه دي مش مناسبه لي، انا مش عايزه اسيس قضيتي، مش عايزه قضيتي تبقى واصله لدوله، لاني مش هتعملي حاجه. وعايزه اقول لك اني مش اول مره اتبعت جواب، كان برضو الرئيس السيسي في فترة جه هنا من كام شهر ووصل له برضو عن طريق حد جواب زي كده، لا هو التماس بيتمسك زي خاطب كده، بس مش هيعمل اصل لنا احنا حاجة. بالظبط، يعني دي حاجات دينيه بحته، هو ده والراهب تحت رئاسه رئيس الدير، والراهب تحت هو ده، رئيس البابا، حتى ايه يعني اللي هيتعمل؟ هو تحت هيوصل دين الجواب ربنا. للبابا خلاص، بس ده اخر ما هيعمله. لكن بس بقى مع ذلك بالظبط، ربنا كبير، يمكن انا واحده من الناس ما هو ما بعترضش، بقول يمكن يقدروا اهو اللي عايز يجي يعمل الخطوه دي محاوله. لنا انا حاجه. الفكره في ده كله ان ما دام ايمان عملت محاوله فقلنا شابوه عليها، حلو، حلو، اللي عايز يخطي خطوه يا انا جماعه عايزه حلو اقول لك حلو. اضرب بيها مثلا، سامحوني ان انا مش عجباني.